الرد الحقيقي على الإلحاد ما هواش الأدلة والبراهين على وجود الإله وعلى إنه الأديان منزلة وعلى إنه الأدلة والبراهين موجودة ومقنعة وجميلة وزي الفل. العلاج الحقيقي للإلحاد إنه يعترف أهل الدين إنه عندهم خلل وإن هم واقفين ما بين الناس ودينهم. ربنا عايزنا يبقى عندنا يقين ونعيش ديننا وإحنا موقنين ونرجع له سبحانه وتعالى، ونخلي أكبر قدر من الناس على الأرض عندهم يقين برضو، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لو اعتبرنا الدنيا دي رحلة، وقت قصير بنعيشه على الأرض وبنرجع للي خلقنا، فأهم حاجة لازم نحصل عليها في الرحلة دي هي اليقين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا،